ختام مهرجان اسكندريه السينمائي في دورته ال 33، وفي الحقيقه نقدر نقول ان حفل الختام كان افضل بكتير من حفل الافتتاح، والدليل حضور النجوم الشباب او نجوم الشباك، من بينهم عمرو سعد اللي حضر النهارده عشان ياخد جايزه افضل ممثل عن فيلم مولانا، وكمان حضر ماجد الكدواني عشان ياخد جايزه افضل ممثل عن فيلم الاصليين. وعلى جانب اخر حضر عدد من النجوم للمشاركه في الفعاليات، من بينهم دره، من بينهم سميحه ايوب، من بينهم عدد كبير من النجوم. جائزه افضل ممثل دور اول الفنان عمرو سعد في مولانا. الاصليين النجم ماجد الكدواني. بالنسبة للجوائز فكان للسينما السورية نصيب الأسد، وحصل فيلم الأب للمخرج باسل الخطيب على جائزة خاصة من لجنة التحكيم، وكمان فيلم ماء ورد هو كمان فيلم سوري حصل على جائزة مهمة من لجنة التحكيم. وفازت النجمة هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم زهرة حلب، وكان المفروض تكون معانا النهاردة في حفل الختام إلى أنها اعتذرت. وبكده يكون اختتم مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي دورته 33 بمكتبة الإسكندرية.